أنا شخص مبتلى بمرض نفسي مع أنني محافظ على الصلوات والأذكار، فهل يكون هذا المرض عقابا لي على ما سلف من الذنوب أم هو مكفر لذنوبي؟ هذا المرض النفسي على قسمين، إما أن يكون مرضا عصبيا، مرضا عصبية نتيجة لتوتر الأعصاب، هذا يراجع فيه الأطباء النفسانيين يعالجونه بإذن الله. القسم الثاني المرض اللي هو الوسواس، مرض النفسي الذي هو الوسواس، وهذا من الشيطان ليس عصبيا وإنما هو من الشيطان، فعليك بكثرة الورد والدعاء وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان ويذهب عنك بإذن الله.